انتهت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال. انظروا، لقد انتصرنا، والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم. فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، قتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه. شب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. فر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر. أشهد أن لا إله إلا الله. يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنتاه، وشفته السفلى من باطنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد بلغ عدد الشهداء في أحد نحو 70 شهيداً، ويظهر ذلك في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة، وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
ويبدو أنه قد حدث في هذا الشهر حادثة غدر أخرى، وهي حادثة بئر معونة. قامت بعض قبائل العرب بإظهار الإسلام وطلبوا من النبي من يعلمهم، فأمدهم بسبعين من الأنصار كانوا يسمونهم القراء في زمانهم. نحن ذاهبون إلى وادي الرجيع لنعلم الناس القرآن. في أمان الله أيها القراء. لم نأتي للقتال، بل جئنا في مهمة سلام. أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحداً منهم حيا. فقتلوهم وغدروا بهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقنط شهراً وأخذ يدعو عليهم شهراً كاملاً. وقال أنس: وقرأنا عليهم قرآناً، ثم بعد ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لاقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. لقد حاول اليهود اغتيال النبي في بني النضير، ولقد نقض بنو النضير عهودهم مع المسلمين، ولا بد من إجلائهم عن المدينة. ونزلت فيهم آيات سورة الحشر، والتي سميت بسورة يهود بني النضير. ولقد تجرأ بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد، كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة، ولعلها كانت تخشى من انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحاً لا يهدده أحد. يا حارث، أنت زعيمنا، فماذا أنت فاعل في أمر المسلمين؟ سنجمع السلاح والجنود ونؤلب القبائل على المسلمين ونحاربهم. وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه. يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟ أنا كنانة بن الربيع، وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد. وأنت يا طلحة؟ أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد. إذن هي الحرب. فلما سمع